في مذكرات هيلاري كلينتون واللي طبعا اتسربت، بتقول فيها انهم كانوا اتفقوا مع اخوان الشياطين خلاص على اقامه ولايه اسلاميه في سيناء وبالتحديد في الشيخ زويد، وكانوا فعلا هيرفعوا العلم عليها وكان خلاص هيعلنوا ان سيناء اماره اسلاميه. قالت كلينتون ان كان في 22 دوله اوروبيه هتعترف بالولايه دي، عندك كمان 112 دوله في مختلف انحاء العالم كانت هتعترف بالدوله دي، يعني كان هيبقى كده 134 دوله هيعترفوا بالدوله الاسلاميه اللي موجوده في سيناء، وكانت هتبقى دوله مستقله ولها علمها المستقل. كلينتون بتقول حركنا الاسطول السادس في البحر المتوسط وحركنا الاسطول السابع في البحر الاحمر، بتقول واتفقنا كمان مع بعض اخوان الشياطين واللي موجودين في بورسعيد انهم يحاولوا باي طريقه يقفلوا قناه السويس، وبكده يقدر الاسطول السادس والاسطول السابع يقدر يتدخل علشان يفتح مجرى قناه السويس العالمي وتبقى دي ذريعه لدخول امريكا. طلع اللي هو محسن الفنجري وخلص على اخوان الشياطين اللي كانوا رايحين يوقفوا القناه دول، بتقول ان الغواصات المصريه اللي موجوده في البحر المتوسط خوفنا نقرب من المياه الاقليميه عشان ما يهاجموناش، لكننا اتفاجئنا بسرب طيران بيهاجم الاسطول السادس الامريكي. بتقول ما نعرفش الطيارات دي جت منين ولما عدت من جنب الاسطول ما نعرفش راحت فين. ده مش بس كده، ده حتى الاسطول السابع في البحر الاحمر سرب طيارات اعترضوا واضطر الاسطول السابع الامريكي والسادس الامريكي انه ينسحب. هي دي مصر، مش هتخسر حاجه لو غلطت لكم طبعا.